السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في ثلاث أولاد قريب الصاد واللي ما عرفوش كان في المملكة المغربية، الخيرة والجالية المغربية والناس مالين الموتون الكبرى قبل المملكة المغربية. كل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال بنات أولاد أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 11 في شهر 10 2022، الخيرة تنوروا لجميع المشاهدين قناة الزيتون ومرجان والحباب تونا في المكان. كيفاش؟ ياك على حسابك. ما تنساوش تشاركوا معنا في قناة الزيتون ومرجان في التوك توك والفيسبوك واليوتيوب، مكتوب عليها الزيتون ومرجان. أهلا بكم الحباب اللي مشاركة معنا في قناة الزيتون ومرجان، بارطاجيو لينا الفيديوهات، راهم القاعدة ضعيفة الإخوان. عيالات ورجالة بنات ولاد أهلا بكم جميعا. سمع والناس اللي تكتب لنا تعاليق، عيالات ورجالة بنات ولاد نحييهم في القرى في البادية في المدن الصغرى والكبرى في المملكة المغربية في المكان والحباب تونا. اهلا بكم. اهلا بينا مول الفاخر توا. مول الفاخر حديو مع راه خاطر، راه يدير الفاخر من الفوق ويدير التراب من التحت. ويحشم عليهم الله يقدم. وهذا الشيء اللي كاين ولا ما كاين؟ انا هاد مول الفاخر قاهريني. حتى الخيرات في الثلاث ولاد وهادو الحباب تاعنا تا هما تياخذوا عند الغطاس تيجيو عندو الحريف يجيو للسيارة، وكل واحد تيجي عندو راجل درافات وراجل معروف هنايا في الاسواق الاسبوعية. اسمو؟ غطاس. الغطاس. تيقولوا لي الغط. اش تاكو؟ تبارك الله عليك يا رضوان. نقول تيك توك. مرحبا سي. تيك توك. تيك توك. توك توك. انا ما تقولش توك توك. ايوا راه هادشي اللي جا في فمي انا. تيك توك. انا فمي ملاجر شويه. تنحيوا اي مشاهد قناه الزيتون ومرجان. كاع اللي قلتي عسل. مرحبا سي رضوان مرحبا. تعرفيها؟ كيفاش؟ كاين نيشان ولا؟ الله يحفظكم. تبارك الله على العلوى. صحتك يا العلوى. حتى الخيرات في الثلاث ولاد عند الغطاس. كما تشوفون الغطاس هنايا كاع الحريفيه والحباب تاعنا تيجيو عند الغطاس، راجل ظرافات وعندو شي حاجه زوينه تاع الشوده، يجيو عندو كما قلنا القزاره والحريفيه وكل واحد عندو شي حاجه نقيه تاع الهبيل وتاع الكبده وهاد الخيرات كي تشوف. كاين الناس تيتغوتوا بزاف كما تشوفوا. هنا في ثلاث الولاد قريب الصاد. رضوان صايبتي يا رضوان. تيكون الغطاس راه الخطفة نايض. دير السنسلة ها السنسلة. وي ولكن دير السنسلة. هذاك اللي تيتخلص، هذاك تيخلص اللي تيسالو. هذاك تيتخلص بعد اللي سالو. هذا العلوى خويا، واش باقي تكزر في جمعة رياح؟ معلومة سيدي. تبارك الله. كنجيو عند الغطاس الحاج من برشيد كنجيو ناكلو عند الشوارع. الله يعمر لي الدار. ياك. هذا رضوان. رضوان. والسي أحمد والغطاس. والسي محمد شي. الله يعمر هذا. كاع وجوه الرباحات. في الثلاث الاولاد هاد الخيرات تنوريوها جميع المشاهدين الاحباب تاعنا في المكان، بغينا نعرفوا الاثمنه ما كاينش. قول لنا الغطاس شحال تدفعوا الكبده وهذا الشيء؟ الو يا راه القديم كاين بشويه بشويه. الو 2400 الكيلو مشوي مصوب.
فين انا راه يجيو عندو الحريفيه القزاره وكل واحد تيجي عندو. واللي بغى يشوي عندك شحال؟ 20 درهم الكيلو بخبزه وطيابه. 20 درهم الكيلو بخبزه وطيابه كما تشوفوا هاد الخيرات في الثلاث ولاد. هاد الخيرات كي تشوفوا في الثلاث ولاد. الله يحفظك بصحتك يا سيدي. بالصحة والراحة. اه تبارك الله تبارك الله. واخويا خير موجود. تبارك الله تبارك الله على البوهالي. الله يسعدك اخويا. امين يا رب. واخويا مرحبا مرحبا مرحبا. وكان عندكم البارح بن احمد الله يخلي تبلاصه هو ما بقاش. الحباب تاعنا نحييكم فين ما كنتو داخل الوطن او خارج الوطن. الحباب تاعنا اللي مشارك معنا في القناه الزيتوني مرشان بارطاجوا لينا الفيديوهات راه قاعده ضعيفه شويه الاخوان فين ما كنتو في الفيسبوك ولا اليوتيوب ولا. الحباب تاعنا اهلا بكم جميعا. كان الناس جاو باش يشوفوا عندو هاد الشواية تاع اللحم وهاد الخيرات. وصلوا لينا ورد واحد. كما تشوفوا هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين. صبنا ثلاثة نصيصة تو قناة الزيتون المرجان. خويا مزيان مزيان السوي يتفرج فيك كي قال لك سيدي فرح الحشيه ديالنا ديال كعدني. ياك؟ ايه سيدي فرح اللحم عصبوح. ايه كاينه. ياك هذيك الرباعيه كي وريه ديالو. انا فهمت تالي وبعتهم. ايوا راه سلعه زوينه تبيع. وشكون عرف على بالي دابا معاهم ديال الاثنين. صوب دابا نصيصه طرف. ايوا راه هذا هو البيع عشره. ايوا اش غدير؟ انت راه يجيبوهم لك حنا راه داوهم لينا. ودي راه خليها تقليد. تيتولي اش كاين هادشي تدورنا دي جوج توقف لبني جوج لبني ودي لا وانا ماك عارف انا الزيتون المرجان. تنحيوا اي مشاهد قناه الزيتون المرجان داخل الوطن او خارج الوطن كما تشوفوا تنجيبوا لكم هاد الشيوات. الناس اللي مولفين اسواق الاسبوعيه بالمملكه المغربيه تنجيبوا لكم هاد الخيرات تنوريوها لجميع الاحباب تاعنا اللي تيشاهدوا قناه الزيتون المرجان. اهلا بكم جميعا. انتم الافريقيا. اين هم اخويا؟ الناس بزاف. ياك؟ تاني غتبان لي عند الغطاس اليوم. دير واحد القضية. دير واحد القضية. واسير الغطاس. مرحبا. مرحبا. ما سوقلك ما والو. الخيرات في الثلاث ولاد. تنحيو كل مشاهد قناة الزيتون المرجان والحباب تاعنا. الهبيل الكبدة الخيرات تبارك الله موجودة في هاد الغطاس كما قلنا تيجي واحد الحريفية وكل واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في ثلاث الأولاد واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية.
الخيرات تنور والجالية المغربية والناس والمدن الكبرى بالمملكة المغربية. كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال بنات ولاد، أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 11 في شهر 10 2022، اللحمة حمراء وزينة، الخيرات تنوري والجميل حبابتنا. وما تنسوش تشاركوا معنا في قناة الزيتون مرجان في التوك توك والفيسبوك واليوتيوب، مكتوب عليها الزيتون مرجان. أهلا بكم جميعا. الله يحفظك أودي السي مصطفى عبد الرحيم درافات، وعدو الرقم 7 في الحوانت والثلاث الأولاد، راجل مخير، الدقارية، لحم الراس، الهبيل، الكبدة، الخيرات موجودة في الحانوت، مازال غنصوروه إن شاء الله. كي تشوفوا عبد الرحيم ود بوعزار راجل درافات، تيجيو عندو الحريفية ويجي عندو كل واحد درافات، واللحمة حمراء واللحمة زينة ولا شحمة لا والو كما تتشوفوا. الخيرات في الثلاث الأولاد تنوريوها لجميع المشاهدين الأحباب تونا، أهلا بكم. أشحال سي عبد الرحيم؟ 70 درهم. تيقول 70 درهم وراجل مخير ودابح شي حاجه اللي مليحه، شي حاجه صبير كما تشوفوا. الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين الاحباب تونا. فات 70 درهم. بارك الله، اللحمه حمراء وزينه كما تشوفوا عند عبد الرحيم هنايا في الثلاث ولاد. ما عندي ما نقول، هيا ديما اللي تقدى عندك خونا تهلاه فيه، ما عندي ما نقول. اي كاينه 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 70 درهم. والغنمي ما عندكش سي عبد الرحيم؟ ما كانش مواليه، ديتيها للحانوت صافي. مرحبا.